وصلنا بعد تنسيق مطول واتصالات متكررة إلى منطقة جل البحر، وهي ضاحية شعبية ضمن مدينة الصور التي تقع في جنوب لبنان. أتينا إلى هذا الحي الشعبي الذي يعرف بأنه منطقة هادئة مسالمة، إلى أن وصلنا إلى هذا المبنى الذي تعرض لغارة من طيارة الاحتلال الإسرائيلي أدت إلى هدمه بشكل يكاد يكون كلي مثلما تروي ذلك الكاميرا. الأربعة طوابق تضررت بشكل واضح جدا، وهو مبنى مدني مثلما يمكن أن نرى، مبنى تسكنه عائلات مسالمة آمنة كانت تعيش فيه بكل أمن وبأحلام مختلفة متعددة. المبنى الآن أصبح دمارا، وجاءت فرق الإنقاذ من كل أنحاء المدينة لكي تحاول إنقاذ من علقوا وأيضا مساعدة الذين جرحوا ونقل الشهداء إلى المستشفيات قبل تشييع جثامينهم شهداء. 3 شهداء وأكثر من 3 جرحى هي الحصيلة التي نتجت عن العدوان الإسرائيلي الصاروخي على هذا المبنى، والمشهد تكرر مراراً ومراراً، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 100 لبناني فقط في يوم واحد بالأمثلة، جانب المئات من الجرحى الذين نقلوا إلى المستشفيات وإلى مراكز الإسعاف. الكثير من التضامن هنا في لبنان وفي هذه الضاحية في صور، تضامن ينعكس في هذا التواجد الكبير للمسعفين والمساعدين. نسأل أحدهم: أنتوا بعد الضربة مباشرة جيتوا؟ جينا، لا اليوم جينا، ما قدرناش نجي قبل بيوم، اليوم بلشنا. وتجتهدوا كثير من شان كل الشباب الحمد لله مجتهدين وعم بيشتغلوا وعم بيساعدوا، كلنا مساعدين يعني، منه شيء كله لوجه الله. ممتاز. وعندكم ادوات ولا محتاجين ادوات اكثر؟ يعني عم تتدبر بحمد الله، في ادوات عم بتنقصنا عم بدبروها الشباب وبيجيبوها المتعاونين، يعني عرفت كيف علي. الحاجة أم الاختراع، هذا هو الحال وضعي. الناس هنا يتفاعلون يتأقلمون مع الأوضاع الاستثنائية التي يعيشونها طبعا بكل معنويات مرتفعة. خليل بن طويلة، تلفزيون الغد من مدينة صور.